أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أن موقف الأردن الرسمي تجاه عمل وكالة الغوث الدولية الأونروا موقف ثابت ولا يمكن أن يقبل بانتهاء عمل الوكالة إلا بانتهاء القضية الفلسطينية وعودة اللاجئين لأرضهم. جاء ذلك خلال لقاء نيابي اليوم بحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي للاطلاع على آخر مستجدات الأزمة المالية للأونروا وسط مخاوف من وقف البرنامج التعليمي للوكالة. وقال جودة إن الجهود التي بذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وتحركاته الأخيرة مع الدول المانحة أثمرت عن تسديد جزء من قيمة العجز في موازنة الوكالة، نافيا وجود أي قرار من قبل الأونروا بتأجيل العام الدراسي أو تسريح العاملين فيها. من جانبه أوضح العقرباوي أن المبالغ التي تم تحصيلها للوكالة تكفي لتشغيل البرنامج التعليمي لشهري أيلول وتشرين الأول المقبلين، والجهود تنصب حاليا على تأمين باقي المبلغ وهو بحدود 60 مليون دولار، مؤكدا أن مدارس الوكالة مفتوحة الأبواب حاليا لتسجيل الطلبة كالمعتاد. موقفنا بأنه هذه الوكالة عملها ومهامها لا يقبل الأردن، هي بتعمل في 5 مناطق، في سوريا وفي لبنان وفي الأردن في الضفة الغربية وفي غزة، هذه 5 مناطق اللي بتغطيها وكالة الغوث الأونروا. وإحنا بنقول دائما بأنه هذه الوكالة عملها مستمر حتى يتم حل القضية الفلسطينية وممارسة اللاجئين الفلسطينيين لحقهم بالعودة والتعود. موازنة وكالة الغوث الدولية لعام 2015 686 مليون دولار. معظم الدول المانحة سددت ما قيمته 585 مليون دولار، العجز باقي 101 مليون دولار. طبعا أنا بدي أحكي بكل صراحة وشفافية بأنه وكالة الغوث الدولية إذا صابها خطب ما أو شعرت حالها أنها في زاوية حرجة من ناحية مالية لن تلجأ لأي دولة عربية لمساعدتها في التغلب على أزمتها إلا للأردن. لماذا؟ لأنه الأردن الدولة الوحيدة اللي ماخذ موقف قوي في دعم وكالة الغوث الدولية، والأردن له أيضا إسهامات عديدة مع الدول المانحة في دعم موازنة وكالة الغوث الدولية، والأردن له مصداقية وله احترام عند كل دول العالم وخاصة دول